بقى عايزين برضو نتكلم عن اسم جوانا. طبعا اسم كده تحس وراه حكاية وفي سر كده، لأنه مش اسم يعني غير عادي يعني ومميز، فعايزين نفهم الاسم ليه جوانا. جوانا لان كل حد زي ما قال مصطفى في الاول، كل واحد عنده شغف، كل واحد عنده حلم عايز يعمله. فمصطفى كان في اصدقاء ليه نبوي وناس اخرين كانوا قاعدين بيفكروا ان ازاي نبني الكيان دوت، فقرروا نعمله جوانا. جوانا لان مصطفى عنده حلم الاخراج وغيره وغيره، وانا عندي حلم ابقى ماسك حاجه معينه في الكيان، فبدانا نكبر في الموضوع دوت ونسمي جوانا. خصوصا انتوا بتوصلوا كمان لجميع الفئات، حتى الناس بالظبط، اللي في عندنا اعمار مش واصل لهم المسارح الحاجات دي، من فاللي سنتين. عايزين تقول لهم ان انتوا جوانا برضو. ايوه بالظبط بالظبط صح. لا بالظبط. اسم بالمناسبه جميل الاسم جدا. خدناه من الشارع كمان، يعني احنا كنا في الاول واقفين على البحر في المنظره انا وزملاتي اللي اسسنا المشروع من 2009، مش عارفين نسميها ايه، فقلنا خلاص كل واحد فينا يروح يسال حد ماشي يا اخوانا عايزين نعمل موضوع فني يتكلم على القضايا المجتمعيه نسميها ايه. ما حدش قال اسم جوانا، بس الناس قعدت تقول ايه مثلا والنبي يا ابني جوايا حاجات كتير لو تتكلموا عنها. شخصي والله يا باشا جوايا فنان كبير فجاب قوي لو جوانا. خدتوه، يعني انا مش عايز، فكلمه جوانا جواهم جوا المجتمع جوا، فقلنا خلاص هي جوانا للفن والتنميه. طب بتناقشوا بقى اللي جوه الناس بالفن ازاي؟ يعني تعرضوه ازاي؟ كلمونا عن طريقه عرضه بالكورال بتاعكم وبالفرقه بتاعتكم. بصي خلينا نتفق ان احنا جنب ان احنا فنانين، قولي عليا ترزي. يعني ايه ترزي؟ انا عجباني الروح. الله يخليك. عجباني البساطه، والبساطه حتى في المصطلحات عجبني قوي، يعني الموضوع واضح فعلا ان هو جوانا، يعني واضح فعلا انه متاخد من الناس اللي عايشه عادي، الناس اللي بتتعامل بطريقه عاديه، وانا يعني بحب ده وبشده، فانا لازم احضر لكم بالمناسبه انا ودينا. لو تعزمونا هنكون احنا مبسوطين بنعزمكم جدا. من دلوقتي وتقولوا لنا الفرقه اقرب عرض امتى، لان انا متاكده اني هشوف حاجه مختلفه. خلاص خليني ادبسكم في افتتاح المسرح بتاعنا واللي هيكون اول اكتوبر يعني ان شاء الله. الله. طيب بس هو طبعا مش بيقتصر على يعني لو في ناس هتشارك في المسرحيه، مش بيبقى مقتصر على يعني خريجي مسرح، يعني ممكن اي حد عنده موهبه يشارك معاكم وسهل يوصل لكم طبعا. وخصوصا كمان بقى في بيشاركوا برضو نجوم، فدي طبعا مزبوط. حاجه مزبوط. يعني شايفينها احنا عايزين نعرف بقى بيعرضوا القصص دي. بقى عايزه اعمل فولو اب على السؤال ده بس لاني مهتمه بيه، بتعرضوا المواضيع دي ازاي عن طريق الكورال؟ يعني انت حضرتك مثلا ممكن تقولي لي يا فتوح انا عايزه اتكلم على الختان الاناث مثلا، فساعتها نجيب شاعر ونجيب مؤلف مسرحي. يا جماعه المواضيع اللي تحت ختان الاناث العناصر اللي عايزين نتكلم فيها هي العناصر كذا وكذا وكذا وكذا، ونبدا ناخد محاضرات علميه نسمع اكتر معلومات علشان نخلي الفنانين بتوعنا يكونوا وجهه نظر، بعدين نبدا نكريت حاجات بتتكلم او بتعبر عن القضايا او الرسائل اللي احنا عايزين ننقلها للناس. فنبدا نكرييت ده ونلحنه ونعمل عليه بشاهد ونضرب الفنانين بتوعنا. يعني كان مهم قوي قوي ان انتوا تجاوبوا على السؤال ده، عشان يعني الناس محتاجه تعرف ان الموضوع مش اعتباطا خالص، يعني مش بس من الشارع والحاجات اللي بتحصل في الشارع، لا في دراسه وفي طبعا. ترتيب وفي شغل يعني ورا الموضوع، مش بسيط خالص. مشاركه الاطفال برضو كمان صحيح، دي من الحاجات الجميله اللي موجوده في الفرقه بتاعتكم. انتوا حقيقي حقيقي نورتونا النهارده وهتفضلوا جوانا. يعني هنفضل فاكرينكم على طول، وزي ما اتفقنا انا ودينا اعتقد هنحضر لهم اكيد طبعا، ونتمنى طبعا ان انتوا برضو مره ثانيه تكونوا موجودين ضيوف معانا ان شاء الله. فوق راسنا احنا في اسكندريه، يعني مع انها مدينه ساحليه مهمه لكنها لا اخفي عليكم سرا مهمشه فنيا شويتين.